نقولوا قال لي الاعلام التونسي تبدل من قانون التطاول الى قبل قانون وبعد قانون التطاول. اليوم احنا باش نلتزموا بكلام سياده رئيس الجمهوريه اللي قال اللي يطاول على قطر يتحمل مسؤوليته. فريق لباس يهنئ دوله قطر حكومه وشعبا دون مناسبه. دوله قطر دوله المثال، الدوله اللي تعرف الديمقراطيه كما السنه التوميه تعرف الفرنسيه بالضبط. قلب تونس اليوم. قبلش كنا قبل الثورة كنا شعب كامل يقفف الرئيس، اليوم ولا عنا رئيس يقفف الشعب كامل. أما الشعب القطري خسارة. عندي لكم سؤال مهم، سؤال مهم. علاش اللي تبع الشيخة في تونس عام حبس واللي تبع الشيخة في قطر يشد الحكم؟ فهموني. لا 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 يا قطر المرزوق عليك الغر، لا لا يا قطر المرزوق عليك نغر، من اجل عيون الشيخة موزة، من اجل عيون الشيخة موزة، خلى شعبه يتقر، خلى شعبه يتقر. هلا يا قطر المرزوق عليك نغر، هلا هلا يا قطر المرزوق عليك الغر، من اجل عيون الشيخة موزة، من اجل عيون الشيخة موزة، خلى شعبه يتقر، خلى شعبه يتقر. في بلادي برشا المشاكل ورئيسها ماهوش يسائل، في بلادي برشا المشاكل رئيسها ماهوش يسائل، يكتم مقال للجزيرة ويخلص على كل ستار. هلا هلا يا قطر المرزوق عليك انغر، هلا هلا يا قطر المرزوق عليك انغر، من اجل عيون الشيخة موزة، من اجل عيون الشيخة موزة، خلى شعبه يتقر، خلى شعبه يتقر. في تونس رد بالك تحاول على قطر انك تتطاول، في تونس رد بالك تحاول على قطر انك تتطاول، قول الامير يا سيدي سيدي شنو اللي لزك على المر، قول الامير يا سيدي سيدي شنو اللي لزك على المر. هلا هلا يا مطر المرزوق عليك الغر، هلا هلا يا قطر المرزوق عليك الغر، من اجل عيون الشيخة موزة، من اجل عيون الشيخة موزة، خلى شعبه يتقر، خلى شعبه يتقر. ميرسي ميرسي فيصل عربي بسام. فهمتوا لليوم ممنوع المس بالذات القطرية في برنامج لباس وفي كل البرامج في قناة تونسية هذا.